صلي وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي بمدينة نصر، قال الإمام الشهاب الرملي: ويجب اتصال الشرط بالمشروط. قال الزركشي في البحر: لا خلاف في وجوب اتصال الشرط في الكلام وإن اختلفوا في الاستثناء. يعني الاستثناء في خلاف بين هل يجب أن يتصل المستثنى بالمستثنى به أم لا، ولكن الراجح هو شرط الاتصال، ولكن في الشرط لا خلاف، اتفقوا على أنه يجب اتصال الشرط بالمشروط كما في اتصال الاستثناء بالمستثنى منه. الاستثناء بالمستثنى منه، الاستثناء اللي هو الأداة، لا ينبغي أن تتصل الأداة بالمستثنى منه، لأن أنا عندي عملية الاستثناء مستثنى منه ومستثنى اللي هي الأداة، لا أداة الاستثناء ومستثنى، يبقى مستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. المستثنى منه اللي هو الكم الذي أخرجنا منه، والمستثنى هو المخرج، والأداة هي الصيغة التي يحصل بها الإخراج بوضع اللغة. فعندي: جاء العلماء إلا فلان. العلماء كما قلنا دخل جمع، دخل عليه الألف واللام فهو للعموم والاستغراق والشمول. العلماء مستثنى منه لأن هو ده الكم الذي أخرجنا منه، وإلا أداة الاستثناء. وفلان ده المخرج الذي خرج عن إطار الحكم السابق، ده المستثنى. يبقى هي دي أركان عملية الاستثناء: مستثنى منه، أداة استثناء، مستثنى. انتبهنا إلى هذا؟ طيب، عندي برضك جملة اسمه جملة الشرط، وعندي الشرط وعندي المشروط. إن دخلت الدار فأنت طالق. ده إيه؟ دي جملة شرطية. الشرط دخول الدار. دخلت الدار، ده الشرط. طيب، والطلاق ده المعلق عليه. إن دخلت الدار فأنت طالق. يبقى علق طلاقها على دخول الدار. فعندي شرط وعندي مشروط. الشرط والمشروط ينبغي أن يتصلا في الكلام بلا خلاف. إن دخلت الدار فأنت طالق، لأننا قلنا بأن الشرط المراد هو الشرط اللغوي: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. يبقى عندي المشروط إيه؟ الإنفاق. والشرط كنا أولات حمل، يبقى الشرط إن كنا أولات حمل. المشروط الإنفاق عليهن. يبقى عندي شرط وعندي مشروط، زي دخول الدار والطلاق. دخول الدار ده ايه؟ ده هو ده الشرط. ان دخلت الدار ده الشرط، والمشروط هو الطلاق. يبقى لابد يا احباب النبي المصطفى العدنان ان يتصل الشرط بالمشروط: وان كنا اولات حمل، هذا هو الشرط، فانفقوا عليهن، هذا هو المشروط. فيجب أن يتصل، يعني لابد أن يتصل الشرط بالمشروط. الشرط اللي هو الجملة كنا أولات حمل فأنفقوا، ده المشروط.
قال، ولذلك قال في الحاشية تحت: وهذا باتفاق بين الأصوليين. إيه اللي هو باتفاق بين الأصوليين؟ هو أن يتصل الشرط بالمشروط. والاتصال ده ضده يا مشايخ عدم الاتصال، يعني أن يكون بينهما عامل أجنبي. يعني مثلا ما أقولوش وإن كنا أولاد حمل في غير كتاب الله فهم نساء، وبعد كده أم جايب فأنفقوا عليهن، بل لابد من الاتصال. الاتصال أن يكون يعني هذا مع هذا، وليس بينهما فاصل زمني طويل عرفا، يبقى خرج عدم الاتصال. كما إذا قلت مثلا لزوجتك: أنت طالق، وبعد شوية قلتها: إن دخلت الدارة، ده يبقى بقى شرط ومشروط؟ لا، ده ما اتصلش. أمال هيقع إيه؟ هيقع منجز. أنت طالق وجالك تليفون، ألو، أنت عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ نتقابل إن شاء الله، نتقابل إن شاء الله في الرواق الجوي، وبعد كده قفلت. إن دخلت الدار، هنا الشرط قد انفصل عن المشروط. أنت طالق ده مشروط، إن دخلت الدار ده شرط، فقد تقدم المشروط وتأخر الشرط. إن دخلت الدار وجاله التليفون، ألو، الأخبار إيه؟ بعد كده أنت طالق، خلاص، يبقى هذا لا يكون يعني من قبيل المعلقات، وإنما يكون هذا من قبيل الإيه؟ المنجزات. قال بعد أن انتهينا، خلاص إحنا خلصنا من هذه الجزئية. قال: والتقييد بالصفة. تقييد يعني إيه؟ يعني الربط بالصفة. ما إحنا قيدنا جاية من القيد. قيد يعني إيه؟ يعني رباط نعقده، نقيده. قيدت البهيمة أمام الدار، يعني ربطتها أمام الدار. فهنا ده اسمه إيه؟ التقييد بالصفة، يعني تقييد العام بهذه الصفة. قال: بالصفة. والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، لا الصفة النحوية، لأن الصفة النحوية يقابلها البدل، يقابلها عطف البيان، يقابلها الحال. لكنه أراد أن يقول بأن الوصف المخصص هو الوصف المعنوي، بمعنى ما يشعر بمعنى بقيد تتصف به أفراد العام. يبقى يعني ما تقول دي نكرة، بمعنى إيه؟ وقعت على اللفظ، نكرة وقعت على اللفظ، يعني لفظ يشعر، الإشعار هو الدلالة، يعني يدل على، فالباء هنا في تبقى بمعنى إيه؟ بمعنى، يعني بمعنى على، يدل على معنى، يعني أمر تتصف به الزوال. بمعنى شيء معنوي، مش ما هو المعنوي مقابله الايه؟ مقابله غير المعنوي، اللي هو انا عندي دلوقتي جوهر وعندي عرض، عندي ذات وعندي يعني صفه تتصف به افراد العام، يعني هذا المعنى مما يقوم بافراد العام. سنضرب لذلك مثالا توضيحيا: سواء أكان نعتا، الضمير عائد ليه مشايخ؟ يعني سواء أكان الوصف نعتا. النعت قالوا بأنه يرادف الوصف، والنعت عند النحاة هو تابع مشتق، أو خلي بالك مشتق أو مؤول بالمشتق،
يباين لفظ متبوعه، عشان بس نضبط الكلام. احنا نحب كده نقعد نقرا ايه قراءة متأنية، اما اتعب من ده اشتغل على ده. طيب ايه هو بقى الان بنتكلم على النعت. يقول لك النعت عبارة عن تابع. عارفين التابع؟ في تابع ومتبوع، يعني حاجة زي الإمام والمصلي، الإمام ركع المصلي وراء المأموم، يبقى تابع. تابع مشتق. مشتق يعني إيه؟ يعني مأخوذ من أصل يوافقه في الحروف. أنتوا عارفين الاشتقاق؟ إيه هو بقى الاشتقاق؟ ده احنا قلنا كتير. مين اللي حضر معانا النوبة اللي فات؟ عارفين الاشتقاق ولا مش عارفين الاشتقاق؟ والاشتقاق نوعين، اشتقاق اكبر واشتقاق اصغر. رد لفظ الى لفظ لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الاصلية. يا مشايخ انتوا مش معانا ولا مع مين؟ انتوا مع حد تاني ولا انتوا جايين تعملوا، انتوا جايين تعملوا ايه؟ حقيقي جايين تعملوا ايه؟ جايين نقرا ولا جايين نستمع ولا جايين يعني ناخد سيلفي ونروح؟ طيب الاشتقاق هو ايه بقى؟ بيقول لك مشتق يعني لفظ وقع، شيء وقع عليه الاشتقاق. ايه هو بقى الاشتقاق؟ الاشتقاق هو رد لفظ الى اخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. طيب عندي الآن كلمة مقتول مشتقة؟ نعم. ليه بقى؟ قال والله لأنها مردودة إلى قتل لاشتراك بينهما في الحروف الأصلية. مقتول قتل، قتل يقتل ايه؟ قتلا، قتل. يبقى قتل دي ثلاثية مكونة من قاف وتاء ولام. ومقتول، مقتول مكونة من خمسة، ما ميم قا القاف، ادي اول حرف اشتركوا فيه. مقا تو تو، تاني اشتركوا في حرفين اهو. لا ما اشتركوش في الواو. مقتول، اشتركوا في اللام اهو. يبقى اشتركوا في الحروف الاصليه ولا لا؟ اشتركوا في الحروف الاصليه. والمعنى القتل في اسم المفعول، يعني ذات ثبت عليها القتل، وقع عليها القتل، يبقى اشتركوا فيه. ومعنى رد كلمة يعني نحكم بأن كلمة مأخوذة من كلمة أخرى. فمقتول مأخوذة منين يا مشايخ؟ من قتل. يبقى مقتول ده اسم مفعول، لكن إيه اللي خلانا نعرف إنها مشتقة؟ إن احنا نظرنا فوجدنا بينها وبين كلمة أخرى علاقة. صحيح؟ هذه العلاقة ان بينها وبين الكلمة الاخرى اشتراك في الحروف واشتراك في المعنى، فعلمنا ان هي ايه؟ مشتقة. هو ده الاشتقاق. الاشتقاق بقى اما ان ينتج لي اسم مفعول. ايه هو اسم المفعول؟ ذات وقع عليها الحدث. هذا الشراب ما اسمه؟ ينسون. طيب الشراب اللي اسمه ينسون ده مشروب ولا مش مشروب؟ مشروب، لانه ومشروب ده اسم ايه؟ اسم مفعول. واسم المفعول ده عبارة ايه؟ عن ذات. ذات وقع عليها الشرب.
يبقى وقع عليها الشرب، يبقى مشروب ولا مش مشروب؟ مشروب. ليه؟ يبقى ده اسم ايه؟ اسم مفعول لأنوزات وقع عليها ذلك الحدث. حدث اللي هو حدث الشرب اللي هو الشفط ده. طب انا عندي اسم فاعل، انا عندما اضع هذا الماء هذا الشراب واسحبه الى جوفي اتسمى ايه؟ شارب. يبقى شارب ماخوذ من ايه؟ من شرب. شرب يشرب شربا. ربنا يعزنا من شرب الهيب، فشاربون ايه منها؟ شرب الهيب. يبقى شارب مأخوذة من شرب. ليه؟ لأنهما اشتركا في الحروف الأصلية شا ري با شرب. شارب الشين الألف الره البه، الشين والره والبه حروف أصلية. أصلية فين؟ أصلية في اسم الفاعل، وأصلية فيه اسم المفعول. يبقى اسم الفاعل من جملة الايه؟ من جملة المشتقات. يبقى النعت تابع. تابع ليه؟ لأن في متبوع عنده، في منعوت، في موصوف. تابع مشتق يعني مأخوذ من مادة أخرى مع اتفاق بينه وبين المادة الأخرى في الحروف الأصلية والمعنى. تابع مشتق. قلنا ايه تاني؟ او مؤول بالمشتق. يا اما هو مشتق يا اما هو مؤول بالمشتق. مؤول بالمشتق يعني ايه؟ يعني ممكن انا الاقي مثلا اقول لك رجل عدل. يقول لك رجل عدل. طب ده عدل ده مصدر. قال له بس هو وان كان مصدر وهو صفه، مش انتوا بتقولوا الصفه لابد ان تكون مشتقه؟ قال ما هو دي مؤوله بالمشتق. رجل عدل يعني ايه؟ يعني عادل. وامراه عدل يعني عادله. يبقى هذا من ضمن الصفات لانه مؤول بالمشتق. يعني لو فتحنا عدل هنلاقي جواه في الحقيقة عادل. يبقى تابع مشتق أو مؤول بالمشتق. طيب يبقى دي حاجة تانية اهو. فين بقى بقية التعريف؟ مباين للفظ متبوعه. لابد أن يختلف هو ومتبوعه في اللفظ، لأنه لو اتفق معه في اللفظ هيبقى إيه؟ توكيد. هيبقى مشايخ توكيد. رجل عدل. لو قال رجل رجل أنت بتوكده بقى، واخد بالك؟ طيب. والمشتق ما دل على حدث وصاحبه، على حدث وعلى صاحبه، يعني كما ذكرنا كاسم الفاعل. اسم الفعل من ضمن المشتقات، واسم المفعول من ضمن المشتقات، وأفعل التفضيل الذي يدل على مشاركة بين أمرين أحدهما قد زاد على الآخر. هذا الرجل أحسن من هذا الرجل. معنى هذا أن الرجلين قد اتفقا في الحسن إلا أن أحدهما زاد على أخيه في الحسن. والصفة المشبهة كملك يوم الدين صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنها مشبهة باسم الفاعل، غير أن الفرق بينها وبين اسم الفاعل أنها لازمة، واسم الفاعل يذهب ويزول. يعني مالك يوم الدين كما في قراءة يعني تدل على ثبوت الملك الدائم الأبدي له. مالك
باعتبار ذاتي اللفظ، يعني ممكن دلوقتي وبعد كده ما يبقاش مالك. وقرئ بهما في السبع مالك وملك، دي اسمها ايه؟ صفة مشبهة، يعني مشبهة باسم الفاعل. والمؤول ما أقيم مقامه، يعني مقام المشتق من الأسماء العارئة عن الاشتقاق كاسم الإشارة. يبقى اسم الإشارة مثله مثل المشتق لأنه مؤول بالمشتق. هذه فين يا مولانا التأويل بالمشتق؟ مشار إليه. يبقى إيه؟ هؤلاء يعني أشير إليهم. حاجة حلوة أهو، كويس، في حد معانا شغال في النحو. طيب، وذي دي برضك مؤولة بالمشتق لأنها بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب. ذي يعني بمعنى صاحب. جاءني زيد هذا، جاءني زيد هذا، زيد دي ايه؟ زيد دي فاعل ويصف، وهذا تبقى ايه؟ تبقى صفة. زيد ده موصوف وهذا تبقى صفة. لا، كأنه قال جاءني زيد المشار إليه الموصوف بالإشارة إليه. يبقى معنى ايه؟ معنى يعني زيد حاضر. وجاءني شخص ذو مال، يبقى صاحب، وصاحب هنا تبقى ايه؟ تبقى صفة. طيب، ام عطف بيان. عطف البيان تابع. ولذلك هيقول لك ان الصفة وعطف البيان والبدل كلها من التوابع. تابع، ناله بقى، قال له تابع موضح لمتبوعه إن كان معرفة، يعني إن كان المتبوع معرفة كان التابع وظيفته التعريف والتوضيح. موضح لمتبوعه إن كان معرفة، بيوضحه بيبينه بيكشفه. ومخصص له إن كان نكرة، وإن كان نكرة يخصصه كالنعت، مثله مثل النعت. إلا إن الفرق بينه وبين النعت إيه؟ قال إن عطف البيان جامد والنعت ايه؟ مشتاق. طب كويس. اقسم بالله ابو حفص عمر، اقسم بالله ابو حفص، ابو حفص كلها على بعض اهي، ما هي اقسم بالله عمر ابو حفص. فابو حفص دي ايه؟ ده تابع يوضع. ما عمر ده ايه؟ عمر ده معرف. يبقى وظيفة ابو حفص تعمل فيه ايه؟ توضح، تبينه اكتر واكتر واكتر. طيب، ولما اقول لك هذا خاتم حديد هتعربها ايه؟ هذا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة وعلامات رفع مش عارف ايه والكلمتين اللي انت حافظه. هذا خاتم، وتقول لي خاتم خبر مش عارف مرفوع وعلامة رفع مش عارف ايه. حديد، خاتم حديد، خاتم حديد. خلي بالك ما تبقاش خاتم حديد على الإضافة وإلا هتضيع منا المقصود. خاتم حديد. طب حديد هتعربوها يا مشايخ؟
نقول له عطف بيان. طب وما ينفعش الصفه ليه؟ تقول لي لانه جامد مش مشتق حديد. اهي حديد ديت حديده حديده هي دي. تبقى يا مشايخ تبقى جامده، ربنا ما يجمدها عليكم ابدا. ام حالا يبقى عطف النعت من المخصصات، وعطف البيان من المخصصات، والحال من المخصصات. طب والحال ده بقى ايه؟ الحال قالوا هو وصف فضلة، وصف ولو تقديرا، وصف حتى ولو كان وصفا مقدرا، لانه قد يكون جامد ولكنه مؤول بالايه؟ مؤول بالوصف. فضلة اي ليس جزئي الكلمة، ليس جزئي الكلمة الجملة يعني. يقع في جواب كيف هو واضح، وسواء أكان مفردا، يعني سواء أكان النعت نعتا مفردا. ما أنا أحيانا عندي نعت مفرد وعندي نعت جملة، أم جملة، أم كان النعت جملة. أم شبهها، أم شبه الجملة اللي هي إيه؟ اللي هي الظرف. والجار والمجرور كذلك. طب عايزين بقى أمثلة، أنتوا عمالين تقرروا في أحكام تلو أحكام تلو أحكام، نريد أمثلة توضح لنا الحال وتبين لنا المقال وترشدنا على أحسن حال. وقفت على أولادي، أولاد، ما احنا عايزين نعرف بقى العموم جه منين، واحدة واحدة كده مع بعض. وقفت، وقف ده فعل ماضي والتأتأ الفاعل، على حرف جر، أولاد جمع، جمع ولد، ده جمع إيه؟ جمع تكسير، جمع ولد، ولد وأولاد، ولد فعل أفعال، أولاد جمع، أولادي جمع مضاف، وعندنا أن الجمع المضاف يعم. عندك 20 ولد، الوقف شمل الجميع بس كده؟ لا، ما هو خلي بالك، وقفت على أولادي الفقراء، والفقراء صفة لمين؟ صفة للأولاد. الأولاد الموصوفون بالفقر، فهم يا مشايخ الله يكرمكم. طب لما قال الفقراء، ما هو عنده 20 ولد منهم 10 أولاد، كل واحد منهم مع 100 مليون دولار، وعنده 10 أولاد تانيين ما في حد معه حاجة، ما بيلاقي ياكل، يبقى هنعمل ايه؟ هنقول الفقراء منهم هو الموقوف عليهم، وغير الفقراء وهم الأغنياء غير موقوف عليهم. يبقى اللي حصل أننا خصصنا أولادي، خصصنا يعني إيه؟ التخصيص هو يا مشايخ هو قصر العام على بعض أفراده، قصرنا أولادي على الفقراء، تمييز بعض الجملة. قلنا بأن جملة الفقراء هم المرادون من الوقف، وجملة الأغنياء غير مرادين من الوقف. عارف لو بتذاكر بالطريقة اللي أنا بقول لك عليها دي، لا ممكن تبقى أصولي. أمال أنا إيه؟ أنا طالب علم، بس أنا بقول لك يعني لو كنت قرأت بالطريقة دي كده حرف حرف كلمة كلمة، وجلست وتأملت في كل جملة، أعتقد أنك سوف تنال يعني هذه المنزلة
وهي منزلة تأتي بفضل الله سبحانه وتعالى. أو أبوي أبوي بكر. إيه ده؟ يعني إيه يا مشايخ؟ يعني وقفت على أولادي أبوي بكر. على إيه؟ ما بيقول لك وقفت على أولادي الفقراء، الفقراء أو أبوي بكر. طب ده عطف بيان. أبوي بكر كان عنده ولدين، ده اسمه أبو بكر وده اسمه أبو بكر، يبقى أبوي بكر عنده أولاد كثير كلهم. وقفت على أولادي، أنت تفهم إنه كل الأولاد موقوف عليهم. بعد ذلك يقول لك أبوي بكر، يعني ها جعلنا أبوي بكر الوقف محصور ومقصور عليهم وأخرجنا البقية. أبوي بكر، ولكن أبوي الأول ده إيه؟ ده الفقراء، ده عطف صفة وصفة مفردة، وأبوي بكر عطف بيان. أو سالكي الطرق الحميدة أو الطرق الحميدة، ينفع الاثنين، لأن سالكة هتبقى عملت عمل الفعل، يسلكون هم الطرق الحميدة. يبقى سالكي حال يا مولان، أوقفت على أولادي سالكي، أي حال كونهم سالكين الطرق الحميدة، يعني صوفية أشعرية لا وهابية إخوانية. أو سالكي الطرق الحميدة، يبقى ده حال يا مشايخ. أو يقرؤون القرآن، صفة ولكنها جملة، أوقفت على أولادي يقرؤون القرآن، يعني قارئ القرآن منهم، يعني الجماعة اللي حافظين القرآن والمجودين، وأما الجماعة المشتغلين بالفقه لا، الوقف لن يشملهم. أو وهم علماء، وهم علماء برضك نفس الكلام، أوقفت على أولادي وهم علماء. أيضا جملة بس كان مفروض يشيل الواو. أو هم علماء، أو وقفت على أولادي الفقراء هم علماء. أو عند فقرهم، عند فقرهم ده إيه؟ ده جر ومجرور. طب مين اللي معاه النسخة التانية؟ فيها إيه النسخة التانية؟ وهم علماء أيضا. وأوقفت على أولادي وهم علماء، لا تبقى بقى جملة حال، يبقى دي حال جملة يا مشايخ، تبقى حالية جملة، صح؟ يبقى كلامه صح. يبقى يقرؤون القرآن دي صفة، أوقفت على أولادي يقرؤون القرآن، يعني قارئي القرآن منهم، تبقى صفة أيضا لكنها مشتق بتاع دي، مؤولة بالمشتق. أو هم علماء، أي حال كونهم علماء، تبقى جملة إيه يا مشايخ؟ جملة حالية. أو عند فقرهم اللي هو إيه؟ اللي هو الظرف أهو. والصفة انتقل يؤسس ويؤصل لكلام جديد. الصفة هتعود لإيه؟ افرض أنا عندي عدة جمل، جملة أولى عام، جملة ثانية عام، جملة ثالثة عام،
ثم بعد ذلك أتيت بالصفة، فهل هذه الصفة تعود إلى الجملة الأولى والثانية والثالثة، أم أنها تعود إلى الجملة الأخيرة؟ هذه صورة. عندي جملة عام ثم ورد بعدها، يعني وردت بعدها الصفة، ثم بعد ذلك ورد بعدها كذلك جملة من جمل العام. هل الصفة المتوسطة بين عامين تعود إلى الأول وإلى الثاني، أم تعود إلى الأول للثاني؟ تقدمت الصفة وتأخر اللفظ العام وما بعده وهكذا، هل يا ترى نفس الكلام المتقدم يخصص المتأخر أم لا؟ دي كلها المسألة برمتها ببساطة، يعني المسألة مش الأصول دي سهلة، ببساطة كده هو ده آخر الموضوع. طب نضرب أمثلة، نضرب أمثلة، وأنا أجيب لكم معايا أمثلة وشايلهم في الشنطة، شنطة الأسئلة يعني مجاز. نحو التقدم، لأنه قال هنا والصفة، نقرأ بعد كده وأقول لكم فين الأمثلة. والصفة تعود إلى الكل، بس ده الحكم. والصفة تعود إلى الكل في كل الأحوال، سواء تأخرت أو تقدمت أو توسطت، لأن هذه الثلاثة هي الأحوال العقلية لعلاقة الصفة مع الموصوف. فهمتوا يا مشايخ؟ وهنضرب أمثلة لأن المثال يوضح المقال ويبين الحال ويرفع الإشكال. قال والصفة تعود إلى الكل، يعني إلى كل الجمل السابقة، سواء أكانت متأخرة، فين اسم كانت الصفة؟ أنا عايزكم تفوقوا معايا، الله يكرمكم، لأن أنا عايز في القراءة دي يعني عندي إرادة إن أنا أسس فيها تأسيس مهم، الله يكرمكم، عشان أنتم ما تطلعوا من هنا إن شاء الله تروحوا بعد ختام بعد كم سنة معايا تبقوا علماء، وأنا لسه طالب علم، يعني أنتوا علماء وأنا طالب علم، إيه ده؟ خليني حاجة عالية شوية أنا شايف نفسي كده. سواء كانت الصفة متأخرة يا أولاد عن الموصوف، أم متقدمة، أتت الصفة أولا ثم أتى بعد ذلك الموصوف، أم متوسطة، يعني متوسطة بين الجملتين العامتين، يبقى متأخرة عن كل جمل العام، متقدمة يعني أتت أولا ثم أتى بعد ذلك اللفظ العام اللي هو الموصوف في الفعل، متوسطة بين العامين. طب عايزين يا مولانا يعني بالنسبة لي إذا كانت متأخرة، طب ما هي كل اللي فات ده وقفت على أولادي الفقراء، طب ما متأخرة، أو ممكن أنا أقول لك إيه، وقفت على أولادي وأولاد أولادي وتلامذتي الفقراء، ايه رأيكم؟ سيبك بقى من اللي في الكتاب وانا اخترع لك امثلة. وقفت، هو ما فيش الا الوقف، ما هو يظهر فيها، وقفت على اولادي اللي هي البطن الاولى واولاد اولادي اللي هي البطن الثانية وتلامذتي، عشان انتم برضك تخشوا في المرزقة دي، وتلامذتي الفقراء أو الماليزيون منهم أو الأنغوشيون منهم، يعني عشان محدش يزعل، أو جنوب أفريقيا منهم، في حد تاني من في حد من أندونيسيا، أو الأندونيسيون منهم، لا مفيش، ليسوا أهلا للوقف، ده لو وجدوا في شيء يعني يؤدون إلى وقفه ولا يسير. فهل يا ترى الفقراء رجع إلى أولادي
وأولاد أولادي وتلامذتي، أم أنها تعود إلى الجملة الأخيرة وهي التلامذة؟ هنا يقول تعود إلى الكل، يبقى الوقف يكون على أولادي الفقراء وأولاد أولادي الفقراء وتلامذتي الفقراء، أو التلامذة برضك ما هم أولادك، واخد بالك؟ وقد يكون تلميذك خير من ولدك، فتلميذك يحمل عنك وهو في ميزان حسناتك، وأما ولدك فقد يكون في ميزان يعني هلاكك. طيب، اللهم اجعل أولادنا صالحين يا رب العالمين. أم متقدمة، وقفت متقدمة مثل احنا متقدمة مثل أولادي، وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم. لا، دي متوسطة، دي المتوسطة. أوقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم، يبقى الوصف اللي هو المحتاجين توسط بين أولادي وأولادهم اللي هو أولاد أولادي. أوقفت على أولادي أهو المحتاجين وأولادهم، فهل المحتاجين تعود إلى أولادي أم تعود إلى أولادي وأولاد أولادي اللي هم أولادهم؟ هنا بيقول إيه؟ والصفة تعود إلى الكل، دي المتوسطة. التقدم، وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، يبقى هتعود لفين؟ هتعود للكل. تقدمت الصفة وتأخر الموصوف. وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، هنا أيضا تعود إلى أولادي وأولاد أولادي. خلافا لبعض المتأخرين، خلاص ده قول الجمهور أن الصفة تعود مطلقا إلى الكل سواء تقدمت تأخرت توسطت. خلافا لبعض المتأخرين من العلماء مثل التاج السبكي في جمع الجوامع في اختياره اختصاص المتوسطة بما وليته، يعني ايه؟ يعني للذي جاءت بعده. أوقفت على أولادي المحتاجين وأولاد أولادي، يبقى المحتاجين تعود إلى أولادي ولا تعود إلى أولادهم، فالذي يحصل في الطبقة الأولى يحصل بشرط الحاجة، وأما الثاني فسواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا أخذ من الوقف لأنه غير مخصوص. فهمنا؟ وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم. السبكي بيقول إيه؟ التقي السبكي، التاج السبكي في جمع الجوامع يقول بأن المحتاجين تعود إلى ما قبلها ولا تعود إلى ما بعدها. قال في اختياره اختصاص المتوسطة بما وليته، ولذلك هنا جاب عبارته اهي، هو تاج الدين السبكي وعبارته في جمع الجوامع اللي هو بعض المتأخرين، هو كأنه لم يذكر اسمه من أجل يعني إيه؟ تأدبا معه. وأما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته،
ونقله عنه المحلي في شرحه ولا نعلم فيه نقلا. يعني هو بيقول ان انا ما اعرفش نقل في المسألة، ما عنديش نقل الى عودها الى الكل او عودها الى بعضها، لكن انا اختار انها تعود الى اقرب مذكور. قال الزركشي، الزركشي قال انه في كلام الرافعي ما يؤيد ما ذهب اليه التاج السبكي. قال ويدل له ما نقله الرافعي في الايماني عن ابن كج من اصحابنا اصحاب الوجوه، انه لو قال عبدي حر ان شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف الاستثناء إليهما، فمفهوم أنه إذا لم ينوي لا يحمل الاستثناء عليهما، وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام وقد قال بعوده للجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة، فلأن يكون في الصفة بطريق أولى. هو عايز يقول لك عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق. طب هو لو ما نواش إن شاء الله هذه يعود إلى الجملة الأولى وإلى الجملة الثانية، إلى ما تعود؟ قال لا، هتعود إلى الحر بس، وهيبقى العبد حر إن شاء الله، بمعنى أنه علق حرية العبد على مشيئة الله ولا يعتق الآن. طب والطلاق؟ هل برضك وامرأة طالق إن شاء الله يبقى تعلق على المشيئة ولا يقع الطلاق؟ قال لا، الطلاق يقع حالا ولكن العبد لن يعتق، لأن إن شاء الله عادت إلى الجملة الأولى فخصصت الحرية بالمشيئة، ومشيئة الله غير معلومة فلا يكون حرا. طب والطلاق؟ قال لن تعود المشيئة إلى الطلاق ويقع الطلاق منجزا، لأنه لو قال امرأة طالق إن شاء الله لا تطلق. ليه؟ لأن المشيئة بتاعت ربنا أنت لا تعلمها حتى تقول بأن الطلاق وقع لوقوع المعلق عليه. فاهمين ولا لا؟ ده كلام جميل. طب اقروه تاني. قال الزركشي ويدل له ما نقله الرافعي في الايمان. عارفين الايمان؟ الايمان والنذور، والرافعي له كتاب اسمه العزيز شرح الوجيز. فبيقول ان الكلام بتاع ابن السبكي اللي بيقول فيه ان الصفه تعود الى ما وليته والى ما قبلها يشهد له أعوذ بالله من الشيطان، يشهد له كلام أورده الإمام الرافعي في العزيز شرح الوجيز. قال في إيه بقى؟ ها؟ نقلا عن ابن كج من أصحابنا أصحاب الوجوه. فيقول له ما نقله الرافعي في الأيمان عن ابن كج أنه لو قال عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طارق. بس عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق، أدي الجملة اهي. الجملة دي فيها تفصيل، نوى أن يسلط إن شاء الله على عبدي وامرأتي، جاز ذلك عملا بنياته لأن الأمور بمقاصدها، وصار العبد مقيد عتقه بمشيئة الله، وصارت الزوجة مطلقة بمشيئة الله. وعلى هذا فإن نوى أن يصرف وأن يوجه الاستثناء إلى الجملتين انصرف وتوجه إليهما، وعلى هذا فلا حرية تثبت فورا ولا طلاق يقع فورا. لماذا؟ لأن العتق معلق بمشيئة الله والمشيئة غير معلومة لنا فلا يقع،
لأنه لم نتيقن من وقوع المعلق عليه حتى يقع العتق. وكذلك المرأة لا تطلق طلاقا منجزا، لأنه قال إن شاء الله طلاقها وإن لم يشأ لا تطلق، وأنا لا أعلم مشيئة الله. فالأصل أن يبقى الحال أو العقد على حاله، لو عقد النكاح. ها اقرأ. ونوى صرف الاستثناء إليهما، فمفهومه أنه إذا لم ينوي لا. خلي بالك هنا، ده كلام مين؟ ده كلام الزركشي. فمفهومه فمفهومه أنه إذا لم ينوي لا يحمل الاستثناء عليهما. وإذا كان ده بقيت كمان ماشي. إذا لم ينوي لا يحمل الاستثناء عليهما، لا يرجع إلى الأولى وإلى الثانية. وما لها يعمل فيها مولانا؟ قال يرجع للأولى بس، وأما الثانية فلا. فأخذ من هذا الكلام ما يؤيد دعواه، وهو أن يعني الصفة تعود إلى ما وليته لا إلى ما قبلها وما بعدها معا. كلام عالي جدا ولطيف. ها وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام، لأنه إن شاء الله ده شرط. تقول لي طب احنا بنتكلم في الصفة، ما هو الشرط أقوى من الصفة. فإذا ثبت في الأقوى فما بقول أن يثبت في الأضعف. إذا ثبت في الشرط الذي هو أقوى من الصفة فمن باب أولى أن يثبت كذلك في الصفة. وقد قال بعونه للجميع بعض من لا يقول بعون الاستثناء والصفة، فلأن يكون في الصفة بطريق أولى. طيب خلصنا من هذه. ده مش كلام الزركشي، ده كل دوت نقلوا من العزيز شرح الوجيز. ليه؟ طب ما ده اللي هو بيدعيه، ده بيقول لك لا نعلم وظهر اختصاصها بما وليته. قال ويدل له ما نقله الرافعي في باب الايمان، ده يدل له واحده واحده عشان شكلك ما فهمتش هو عايز يقول ايه. قال ابن كج انه لو قال عبدي حر ان شاء الله وامراتي طالق ونوى صرف الاستثناء اليهما فمفهومه بس كده، نوى صرف الاستثناء اليهما عن نوى بقلبه ان يكون هذا الاستثناء عائد الى الجمله الاولى والى الجمله الثانيه، فله ذلك لانه انما الاعمال بالنيات. مفهوم هذا أنه لو لم ينوي صرف الاستثناء إليهما، فمفهومه أنه إذا لم ينوي لا يحمل الاستثناء عليهما. إيه رأيك؟ ها؟ لا يحمل الاستثناء عليهما، يبقى لا يعود إلى الجملتين معا. صح؟ هو بقى اللي أنت عايز تقوله، بس هو ما قالش. ما هو حاجتين يا مولانا، يا إما أن يعود إلى الجملتين يا إما أن يعود إلى ما وليته. فإن زال عوده إلى الجملتين تحتم عوده إلى الجملة التي وليته بس كده. كمل. حاضر معاه. واخدة يا خبيبي، هات اللي عندك. كمل كلامك. بيقول لك إذا لم ينوي، وإذا كان هذا في الشرط كده بقى يا مولانا خلص كلامه، لأن اللي بعده عايز يقول له إن إذا كان هذا في الشرط فمن باب أولى أن يكون كذلك في الصفة، لأن الشرط أقوى، لأن الشرط له صدارة الكلام، وأما بالنسبة للصفة فليست لها صدارة الكلام. فإذا جاز هذا فيما له صدارة الكلام فيجوز فيما ليس له صدارة الكلام بطريق أولى. بس كده. فين بقى اللي هو بقى لا يدل عليه؟ اقرا الحته الاخيره. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لا يحمل الاستثناء عليهما. انت هنا في الكتاب بتقول ايه؟ تعود الى الكل. هنا بيقول لك ايه؟ قال لك لا تعود الى الكل. طب اذا لم تعود الى الكل يا مولانا
قال لي بقى تعود لما وليته لأنه أقرب مذكور. قل لي بس إن لو مش فاهم أنا فاهمك. طب ماشي إيه المشكلة؟ هو قال غير كده؟ بس كده ده هو هنا عشان الجزئية دي. طيب نكمل. قال ورابعها أي رابع المخصصات الغاية، وغاية الشيء نهايته وآخر حده. يقول له أنت غايتك معايا للساعة 5، يعني آخرك معايا النهاردة الساعة 5، وبعد 5 لا تسأل إلا نفسك. طب وما هي الغاية المخصصة هنا؟ قال أن يأتي بي، أن يأتي الباء هنا للتصوير، بأن يأتي بعد العام حرف، يعني يتقدم اللفظ العام، ثم بعد ذلك يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية، يعني حرف من أحرف يعني نهاية الكلام. كإلى وحتى لأنها من حروف الغاية، واللام لأن اللام كذلك من حروف الغاية. فإن ذلك مشعر، الإشعار كما قلنا الدلالة على الشيء، فإن ذلك يدل على مخالفة ما بعد ذلك الحرف اللي هو ما بعد إلى وحتى واللام، لما قبل إلى وحتى واللام. قال بمخالفة ذلك الحرف لما قبله. طب عايزين مثال، أنا بحب الأمثلة. لماذا؟ لأنها بتسهل علي إيصال المعلومة لذهن الطالب، وأنا لا أريد منك سوى ذهنك دماغك، عشان مش عشان اعمل حاجه، عشان يعني اضع فيها المعلومه ونصحى مع بعض. قال وقفت هذا، يقصد به البستان، على بناتي، بنات، بنات جمع وهو مضاف فيعم كل بنات، وعنده 15 بنت، كان متجوز 4 ستات، خليهم 16 عشان كل واحده جايب منها 4، أو 15 يبقى في 3 جايب منهم 4 وفي واحدة جايب 3، تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي النباتي. على بناتي حتى يتزوجن، يعني يشمل الوقف كل البنات في كل حال من الأحوال وفي كل زمن من الأزمنة وفي كل مكان من الأمكنة، حتى يتزوجن يعني إلى زواجهن. ما هو لو قال إلى أن يتزوجن برضك غاية، لتزوجهم تبقى مظبوطة كده، يبقى برضك لام الغائية. بس خلي بالك الكلام ده لن يأتي إلا على من يقول بأن العام في الأشخاص عام في الأحوال والأمكنة والأزمنة. ليه؟ لأن الزواج ده حال من أحوال البنات، والعموم فين؟ العموم في أفراد البنات، ولابد أن تقول من أن العام في الأفراد عام كذلك في الأحوال. فكأنه قال أوقفت على بناتي في كل الأحوال، سواء حال الزواج أو حال عدم الزواج، يبقى في كل الأحوال، ثم بعد ذلك يخصص حال الزواج. يبقى الزواج ده إيه؟ ده مخصص من عموم الأحوال مش من عموم الأشخاص. ولكن كما قلنا قبل ذلك بأن العام في الأشخاص
عام في الأحوال، فكأنه قال أوقفت على بناتي في كل الأحوال إلا حال الزواج، بس كده. ولذلك شرطوا في الغاية المخصصة أن يتقدمها عموم. لو افترض عدم وجود الغاية لدخل ما بعدها فيما قبلها. لو قال وقفت على بناتي وسكت ولم يقل حتى يتزوجن، دخلت حالة الزواج ولا لا؟ دخلت. يبقى سينالنا الوقفة المتزوجات وغير المتزوجات. يبقى دخل ما بعد الغاية فيما قبلها بفرض عدم وجود الغاية. شيل حتى يتزوجن، يبقى حالة الزواج هتدخل في الوقف أم لا؟ هتدخل. وحالة عدم الزواج هتدخل في الوقف أم لا؟ هتدخل. أمال منين دخلت؟ نقول له لأن العام في الأشخاص عام، عام في الأحوال. فدخل معي عموم الأحوال اللي منه الجواز وعدم الجواز. ولكن إذا كان عندي غاية وليس ما بعدها داخل فيما قبلها، لن تكون حينئذ من قبيل التخصيص. سلام هي حتى مطلع الفجر. هي دي عايدة لإيه يا مشايخ؟ عايدة إلى الليلة. الليلة في كل أجزائها سلام حتى مطلع الفجر. هو مطلع الفجر داخل في الليل؟ لا. يبقى الغاية دي مش للتخصيص. أمال هتبقى غاية إيه؟ هتبقى غاية مؤكدة. سلام هي حتى مطلع الفجر، لأنه لو لم نقل في غير القرآن حتى مطلع الفجر لانتهى عند مطلع الفجر، فأصبح مطلع الفجر تأكيد لما علم من انتهاء الليل، من أن آخر الليلة هو عند المطلع. خامسها بدل البعض من الكل. هنا في أشياء لطيفة بس نشرحها يعني. وصوب جماعة من المتأخرين عدم ذكره. طب عايزين أمثلة أجيب لكم؟ جايب لكم سؤال مش هتعرف تجيب يا مولانا رزق. وما أنا جايب الكتاب ومعلق عليه وبقالي 15 سنة بشرحه ازاي. نحو أكلت الرغيف ثلثه. أكلت الرغيف يعني كل جزء من أجزاء الرغيف محكوم عليه بالأكل. ففهمت حضرتك إيه قبل ثلثه؟ فهمت إن الرغيف كله مأكول. لكنك عندما سمعت ثلثه قلت يبقى المأكول هو الثلث وغير المأكول الثلثين، وغير المأكول الثلثان. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه بدل بعض من كل. الـ أكلت الرغيف ثلثه. جميل. طيب يبقى الرغيف مبدل منه وثلثه يبقى ايه؟ يبقى بدل. قال يبقى ده عام وده مخصص ليه. وأنكره الصفي الهندي. أنكر هذا، قال لا، وهذا الذي قال عنه جماعة من المتأخرين عدم ذكره، قال لا، الأولى أنه ما كانش يذكر، الأفضل والأحسن ألا نذكر هذا النوع من المخصصات، لأنه في الحقيقة ليس من المخصصات. طب ليه؟ قال والله لأن البدل في اللغة والنحو يعني على نية طرح المبدل منه.
يعني المبدل منه ده ملغي عند وجود البدل. ولذلك قالوا البدل على نية الطرح. طرح ايه؟ يعني على نية طرح المبدل منه، وكأنه لم يذكر، وكأن هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص لا العام المخصوص. بداية عندما قال الرغيف ثلثه، يبقى كأنه بيقول لك ايه، الغي الرغيف وخلي الثلث هو المعتبر. ولذلك قالوا البدل على نية الطرح. طيب وإذا قالوا البدل على نية الطرح، يبقى ما حصلش معنى التخصيص، لأن التخصيص معنى إيه؟ قصر العام على بعض أفراده، تمييز بعض الجملة، إخراج. التخصيص إخراج. والبدل لم يخرج منه، يعني لم نخرج من المبدل منه اللي هو الرغيف، لأنه أصلا في الأصل مطروح ملغى غير معتبر. أكلت ثلث الرغيف، بس كده، هي الجملة كده، أكلت ثلث الرغيف. طب والرغيف الأولاني هو أكلت الرغيف ثلثه، قال له ده مطروح، فما حصلش إدخال، ثم بعد ذلك حصل إخراج حتى يتحقق التخصيص. والأكثرون أنه ليس على نية الطرح. بعض العلماء وكثير من العلماء قال لا، هو لم لسنا مسلمين أن البدل على نية الطرح. ولو سلمنا يبقى ليه معنى غير المعنى اللي انت بتقوله. طيب نقول الكلام الحلو اللي احنا جايبينه. قال السرافي: زعم النحويون أنه، يعني أن البدل في حكم تنحية الأول، يعني ما دام جبت كلمة ثلثه يبقى أنت أزلت بها الرغيف، ما خصصتش ولا أخرجت من الرغيف، ده كأنك أزلت الرغيف كاملا، فلم يحصل إخراج بعد إدخال. قال: وهو المبدل منه، ولا يريدون إلغاءه، إنما مرادهم أن لا، ده عبارة أن البدل على نية الطرح لا يراد منها كما فهمه بعض المتأخرين أنه في نية الإزالة وعدم الذكر. أما المعنى عندك يا مولانا؟ قال: وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه، البدل اللي هو ثلثه. قال مش معنى أن البدل على نية طرح المبدل منه أن احنا بنزيل المبدل منه، لا، ده معناها أن البدل وهو الثلث قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر. وليس تبيينا للأول كتبيين النعت. قال ده هو مش معناه ان هو مطروح ومزال، قال لا، واخبرك ده معناه انه ليس مبينا للأول كما في الصفة. ومرادهم ان البدل قائم بنفسه وليس تبيينا للأول كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت. ولأن البدل ليس مع المبدل منه كالشيء الواحد، بخلاف الصفة مع الموصوف إنها كالشيء الواحد. يلا يا مولانا قول. الحشاش تعال يقول لك: الذي ذكر أقرأ أنا، عشان شكلك هتقعد اليوم القيامة. الذي ذكر بدل البعض من الكل من في المخصصات هو ابن الحاجب في مختصره الأصولي، وقد أنكره عليه الشيخ تقي الدين السبكي والد التاج السبكي، والأصفهاني شارح المحصول اللي اسمه الكاشف، طبع في 6 مجلدات لكتاب القياس لم يكمله، والصفي الهندي في الرسالة السيفية.
وإنما لم يذكره الجمهور، جمهور الأصوليون لم يذكروا من المخصصات بدل البعض من الكل. لماذا؟ قال لأن المبدل منه في نية الطرح، المبدل منه اللي هو إيه؟ أكلت الرغيفة، الرغيفة ده مبدل منه أهو، فلم يتحقق معنى الإخراج. وإذا لم يتحقق معنى الإخراج لم يتحقق معنى التخصيص، لأن التخصيص إخراج. ألا ترى أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس من استطاع، من بدل من الناس، ولله على الناس من استطاع، يبقى الناس على نية الطرح، ويبقى إيه؟ ولله حج البيت على من استطاع أي المستطيع. يبقى البدل على نية الطرح أم لا؟ البدل اللي نقصد به عن المبدل منه تقديره لله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا. وأيضا لو لم يكن البدل مستغنا به، مستغنا به يعني مستغنا عنه، لما سمي بدلا. بدل يعني ايه؟ يعني انت استغنيت، زي بالظبط كده اهو، احنا عندنا في مصر يقول لك في ادويه بديله، اصل دواء اصيل ودواء بديل، فتذهب تشتري الدواء البديل لانه ارخص مثلا. طب يبقى تسميته بديل ليه؟ لانك تركت الاصل وذهبت الى الفرع. بس خلي بالك مفيش حد بديل ليا، فما تقلقوش يعني، كله هزار يعني. لم يكن لتسميته بدلا معنى، لأن حق البدل ألا يجتمع مع المبدل منه، ده من أحكام البدل، ألا يجتمع البدل والمبدل منه، حاجة من الاثنين هما اللي تبقى موجود. فإذا اجتمعا فلا أقل من تقدير عدم اجتماعهما. يعني إيه؟ يعني هما اجتمعا في اللفظ، ولكن في التقدير المبدل منه ليس معتبرا، وإن اجتمع لفظا غير أنهما في المعنى والتقدير غير مجتمعين، فيكون المراد هو البدل لا المبدل منه. طيب خلصت، يلا فهمت ولا حد عايز يسأل؟ والاستثناء، وانتقل بعد ذلك يتكلم على الاستثناء. قال والاستثناء نفسه، يبقى احنا بنتكلم على الاستثناء اللي هو مكون من ثلاثة أجزاء، مستثنى منه والأداة والمستثنى. هنعرف هذا ونقول والاستثناء، وهو لغة قبل ذلك استفعال، استثناء الألف والسين والتاء كما قلنا تدخل للطلب غالبا. فالاستثناء، الاستثناء استفعال. من قولهم ثنيت الشيء، إذا عطفته ورددته. يعني إيه؟ بص أهو الشال أهو، هثنيه، هعمل ايه؟ هعطفه عليا كده، هرده عليا ورا كده، يبقى ثنيته يعني ايه؟ يعني عطفته ورددته عليا، يعني رجعته باللغة المصرية. وثنيته عن مراده، يعني صرفته عنه. وعلى هذا فالاستثناء صرف العامل ومنعه عن تناول المستثنى
جاب بقى الاستثناء هنا اهو، قال لك خلي بالك جاء العلماء الا زيدا، عملت ايه؟ منعت ان زيد يدخل في العلماء، صرفت زيد عن ان يتناوله، ان يتناوله حكم العلماء وهو المجيء. طب تعريفه بقى اصطلاحا ما ذكره الشيخ هنا وهو إخراج. أول ما يقول لك إخراج لابد وأن تفهم أن هناك إدخال، بالمفهوم لا يكون هناك إخراج إلا إذا كان قبل ذلك إدخال. يعني واحد دخل الغرفة ثم خرج منه، تقول خرج من الغرفة يبقى كان بداخلها ثم بعد ذلك خرج. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، يبقى كنتم في بطون أمهاتكم وداخل بطون أمهاتكم ثم أخرجكم الله. والاستثناء نفسه بمعنى الدال عليه، إخراج ما يعني شيء لولاه، لولا هذا الشيء، فلولا جارة للضمير الواقعي اللي هو الهاء، والهاء ديت مجرورة ولكن في محل رفع، في محل رفع بالابتداء، والخبر محذوف وهو قول سيبويه، وبعد لولا ايه؟ حذف الخبر. لولا الاخراج، فين بقى الخبر؟ موجود لا دخل في الكلام، يبقى لولاه، يبقى لولا دي لما تيجي تعربها تقول لي هي ايه؟ تقول لي هي ضمير في محل جر بالاضافه الى لولا، ومحلها الرفع على الابتداء. لولاه الضمير عايد لايه؟ للاخراج، لولا الاخراج، لولا الاخراج موجود لدخل ذلك المخرج في الكلام وجوبا او احتمالا. قال لولاه اي الاخراج لدخل، يعني دخل في الحكم، دخل في حكم المجيء جاء العلماء إلا زيدا، لولا كلمة إلا زيدا لدخل زيد في العلماء أي في مجيء العلماء، ما هو حكمهم، دخل في حكمهم، لدخل وجوبا، يعني وجوبا يعني إيه؟ يعني يقينا. وقيل جوازا يعني احتمالا. في الكلام يقصد به المستثنى منه، نحو جاء القوم إلا زيدا، في إخراج زيد عن حكم القوم وهو المجيء. وبعضهم يقول بإلا أو إحدى أخواتها، لابد، لأن الإخراج قد يكون بقولك جاء العلماء وأستثني منهم زيد، وده ينطبق على التعريف إخراج ما لولاه لا داخل في الكلام، صح؟ ولكن ليس هذا هو الاستثناء المتعارف عليه الذي يتكلم عنه هنا، فلا بد وأن يذكر بإلا أو إحدى أخواتها. سكت المصنف في التعريف عن كون الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. أخواتها هنا يقصد بهم نظائرها ومثيلاتها وأشباهها، يقول لك ده أخوك، يعني ده شبيهك، مثيلك، نظيرك، لوضوحه، يعني ما خلاص واضح ان انت
الإخراج إنما كان بإلا أو إحدى أخواتها. فخرج بإلا أو إحدى أخواتها باقي المخصصات، لأن الصفة يصدق عليها هذا، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، الاستثناء يصدق عليه هذا، الصفة يصدق عليها هذا، الشرط يصدق عليه هذا، البدل يصدق عليه هذا. أكلت الرغيف ثلثه، لو لم نقل ثلثه لا وجب دخول الثلثين في الكلام، واقتصر على تعريف المتصل. أنا عندي الاستثناء على نوعين، استثناء المتصل واستثناء المنفصل. والاستثناء المتصل ما كان اللفظ الأول وهو المستثنى منه يتناول الثاني وهو المستثنى، أو نقول ما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه، كما في جاء العلماء إلا زيدا، فإن زيدا فرد من أفراد العلماء، لولا وجودي إلا لدخل زيد في جملة العلماء الجائين حتما. يبقى ده المتصل. وإذا أطلق الاستثناء فإنه يحمل على المتصل، والمنقطع يسمى استثناء منقطعا بالتقييد. قال: قام القوم إلا حمارا، لأن الراجح أن المنقطع نحو قام القوم إلا حمارا ليس من جملة المخصصات. قال ده مش من جملة المخصصات. ليه؟ قال لأنه ما فيش إخراج. إخراج إيه؟ هو الحمار من جملة القوم، هو الحمار دخل في القوم حتى أخرجهم، مش هينفع اللي انتوا يعني انتوا معايا مش معايا، هو الحمار منكم، يبقى لما نخرجه من جملتكم يبقى ده ايه؟ يبقى ده مش تخصيص، لان التخصيص لابد ان يكون داخلا ثم خرج بعد ذلك، والحمار لم يدخل في جملة القوم حتى يخرج منهم. قال: نحو قام القوم إلا حمارا ليس من المخصصات، لأنه لم يميز بعض الجملة، بس كده يميز يعني إيه؟ يفصل بعض الجملة. هو فصل حاجة؟ هو أخرج حاجة؟ ما أخرجش حاجة إلا حمار، لأنه ما دخلش حتى يخرج. ويخوف الأحسن يوم من الأيام يبقى الحمار منكم، تبقى مشكلة. قال: لأنه لم يميز بعض الجملة إذ لم يدخل فيه أصلا، إذ الحمار لم يدخل في جملة القوم حتى نخرجه من جملة القوم، لأنه مجاز عند الأكثرين، يعني لأن الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه، ليس من قبيل الاستثناء، وإنما سمي استثناء مجاز، وهو يطلق عليه استثناء منقطع، واختاره ابن الحاجب وغيره. طيب، وقيل يسمى استثناء حقيقة، فيكون اللفظ مشتركا. قال: لا، ده أول قول، ده خلي بالك بيقول لك إذ لم يد، لأنه ليس، لأنه مجاز عند الأكثرين، يبقى ده القول الأول يا أخوانا، اكتبوا عليه الأول من جملة الأقوال في المنقطع. هل هو حقيقة أم مجاز؟ لا، يبقى الأول من جملة الأقوال أنه إيه؟ أنه مجاز.
يعني يطلق عليه استثناء على سبيل المجاز، لأن الاستثناء حقيقة يقال للمتصل لصدق الاستثناء عليه. أو نكتب في حاجات حلوة نكتبها. ها نكمل. بس كده كلام لذيذ خالص مع شيخ لذيذ. طيب يلا القول الثاني. وقيل يسمى، يعني يسمى المنقطع استثناء على سبيل الحقيقة. طيب لأن الاستثناء الحقيقي معناه إنه استعمال الشيء فيما وضع له، وقيل يسمى استثناء حقيقة، يعني يطلق على المنقطع استثناء على سبيل الحقيقة، ويطلق على المتصل استثناء على سبيل الحقيقة. طب إذا يبقى ده حقيقي وده حقيقي. نعم، ويكون ذلك من قبيل المشترك، فيكون لفظ الاستثناء موضوع للمنقطع بوضع مستقل، وموضوع للمتصل بوضع مستقل. والدليل على ذلك أن الاستثناء قد استعمل في كل من المنقطع وفي كل من المتصل، والأصل في الاستعمال الحقيقة. الذي قال بالأول قال المجاز أخف من الاشتراك. المجاز أخف من الاشتراك، لأن الاشتراك يحتاج إلى العلم بالوضع والعلم بالقبائل، وأما المجاز فالمجاز أمره سهل وهين. طيب وقيل موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع فيكون متواطئا. يعني احنا عندنا حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمه الاشتراك المعنوي. شو بقى الاشتراك المعنوي؟ يعني كون الافراد بينها قدر متفق عليه بينها، زي مثلا الحيوانية. أقول لك مثلا الكلب والإنسان والحمار حيوان، حيوان ده مشترك. ليه؟ لأنه هذه الأنواع الثلاثة قد وجد فيها ذلك القدر، فسموه مشترك معنوي، لأن هذه الثلاثة اشتركت في هذا المعنى. متواطئ يعني الأفراد متفقة على ذلك. فالإنسان توافق مع الحمار، توافق مع الهرة في الحيوانية، ولذلك سموه متواطئ يعني متفق. طب فين بقى الجزء المشترك؟ قالوا القدر المشترك الذي بينهما هو مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها. ما قبل إلا في الاستثناء المنقطع يخالف ما بعدها، وفي الاستثناء المتصل ما بعدها يخالف ما قبلها، وما قبلها يخالف ما بعدها. انظر إلى هذين المثالين وأنت تدرك ذلك حقيقة. جاء القوم إلا زيدا، زيد بعدها يخالف ما قبلها. في إيه؟ طب ما هو زيد ما هو من العلماء، ألف المجيء، ما
ما هو جاء العلماء حكم عليهم بالمجيء إلا زيدا، يعني زيد لم يأتي، يبقى ما بعد إلا وهو عدم مجيء زيد يخالف ما قبلها وهو مجيء العلماء، فأصبح ما بعد إلا مخالف لما قبلها. وضحت ولا ما وضحتش؟ واضح. طيب، جاء القوم إلا حمارا. الحمار أعزكم الله يخالف القوم، لأن القوم موضوع للعاقلين العالمين، والحمار ليس من جملة العالمين ولا من جملة العاقلين، فالحمار ذاتا خالف القوم ذاتا، فما بعد الأداة مخالف لما قبلها. في إيه؟ المخالفة في المتصل مخالفة في الحكم، والمخالفة في المنقطع مخالفة في الذات، فذات الحمار تختلف عن ذات الإنسان أعزكم الله. وقيل موضوع للقدر المشترك فيكون وقيل موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع، هو القدر المشترك يا مشايخ تاني، هو مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها. أقولها تاني؟ ها، احنا عندنا بعد الأداة يخالف ما قبلها، جاء العلماء إلا زيدا، فرأينا أن زيد ليس محكوما عليه بالمجيء، لم يأتي، يبقى المجيء الذي قبل إلا يخالف المجيء، عدم المجيء. جاء العلماء، هؤلاء قد حكم عليهم بالمجيء، وزيد حكم عليه بعدم المجيء، وعدم المجيء يخالف المجيء. طب جاء القوم إلى حمارا، الحمار حيوان ناهق والإنسان حيوان ناطق، ولا شك أن هذا لا يجامع هذا ويختلفان في المعنى، فما بعد الأداة في كل منهما يختلف عن ما قبلها. واستغنى المصنف بما سيأتي، لا دي بقى شروط الاستثناء، هنخليها إن شاء الله الخميس.